انا جالنا كان هي هذه صناعه جد دبلنا احنا حيين نقول ان شاء الله حتى عيالنا يتعلمها. لقينا تدخل 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 عليك معناها ما تخليكش معناها انا محتاج. فانا نقول حتى الوقت احنا ما نحصل فيه راه. ولا نقعد بست شهور بسبع شهور ما نحصلش فيه. لكن هذين لما عندنا كانت يجي واحد معناها فقط يطلب منا طبه باهيه نحصلوا الحمد لله باش نمشي امورنا. لا والله الحمد لله هني دخل عينا بالحقيقه والله هذا اللي دخل عينا في يعني احنا نشوفوا في الحصيره كانوا يشوفوها من مصر يعني تختلف الصناعه نتاعها وحتى المواد تختلف. يعني كانت الحصيرة المصرية غازية السوق زمان في نفس الوقت تنافس كانت الحصيرة نتاع تورغا في اللي يجيبوا فيه من برا يعني.